هي فرصة كمان معانا عبر الهاتف واحد من أهم كباتن النادي الأهلي على مر التاريخ، واحد من نجوم النادي الأهلي الكبار، الكابتن الكبير كابتن شادي محمد. يا كابتن شادي منور الدنيا. مساء الخير يا كريم، تحياتي ليك وتحياتي لكل السادة المشاهدين. أخبار كله بخير؟ كله زي الفل. أنا كنت لسه بقول من شوية قبل ما تدخل إنه النادي الأهلي، وده كان كلام الكابتن محمود الخطيب النهارده للاعبين وكلام مارسيل كولر النهارده للاعبين، مش من المفترض انه تركيز اللاعبين يروح في اي حته تخص التحكيم والمباراه والجماهير والكلام ده كله، وانت راجل ياما لعبت مباريات صعبه في القاره الافريقيه واصعب من كده كمان، قول لي ازاي المفروض لعيبه النادي الاهلي تتعامل مع المباراه القادمه، وتقول ايه كمان لجماهير النادي الاهلي اللي ممكن تسرح شويه في الظروف الخارجيه دي. ايوه طب خليني اقول لك في البدايه ارض لك على النتيجه رغم ال في تفاصيل صغيره ادت لخروج النتيجه بالشكل ده، ولكن انا شايف النادي الاهلي قدم مباراه كبيره، وكره القدم فيها توفيق وسوء. التوفيق بتاع المباراه كان يخرج 3-4 صح، استغلال فرص اللعيبه، اهدرت فرص سهله جدا مع ظلم تحكيمي باين، ومش هتكلم على اي حاجه، هتكلم على ضربه جزاء بالدقيقه الاولى والطرد اللي هو كان مستحق للنادي الاهلي، لعيبه اللعبه برتاوه هيروح انفراد. فانا كل دي تفاصيل مش هتكلم فيها لان خلاص صفحه اتقفلت، ومش من عاده النادي الاهلي يتكلم في التحكيم كتير. ايوه انا هتكلم على ما اثير في السوشيال ميديا، والبعض بيعمل سيناريوهات غير منطقيه ولا تليق باسم النادي الاهلي، ومش معنى الناس قاعده على السوشيال ميديا اللي نبتدي نخلق اعذار أو أو, أو 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 ندخل في مواضيع عيب اللي احنا نتكلم فيها كالأهلي كبير. الأهلي أكبر من اللي يدخل من التفاصيل دي، وهي إن الحكم اللي هيحكم المباراة هو آخر مباراة ليه، فمش فارقة معاه فهيجي على الأهلي. ولا يقدر يعمل كده، الدنيا يا جماعة الدنيا مختلفة زي زمان. المباراة بتتابع بيتابعها ناس في كل حتة في العالم. صحيح. فمش الطبيعي ان يحصل حاجه غير منطقيه، وارد ممكن خطا وارد حاجات بسيطه تعدي صح، لكن مش ورد مش هيجيب الكوره يحطها في الفرقه يعني الحكم. انا ما ينفعش اخلي لعيبتي تروح للتركيز ده. ايوه ما ينفعش كجمهور بالملايين اللعيبه بتحترمه وتقدره في مشهد اكثر من رائع شفناه في ماتش امبارح من جماهير الاهلي المحترمه اللي ساندت بكل قوه، اللي احنا اقعد اخلي طريقه تفكير الجمهور الاهلي هيتسلم. لا، انا اقول للعيبه انتوا رجاله. أيوة. تاريخكم في ده، ارجعوا للصفاقس ورادس، ارجعوا للقطن الكاميروني في جروه، هو ده الاهلي، مفيش حاجه معاه مستحيل. طيب هتقول لي انا ممكن ككابتن سابق للنادي الاهلي، انا هقول لك على حاجه بسيطه جدا تريح جماهير النادي الاهلي. اتفضل. في منها قاعده كبيره جدا شافت الانجاز ده، وفي قاعده من الشباب ما شافتهوش، فاللي ما شافش نحكي له ونفهمه. بنتكلم على مباراه الصفاقس ورادس، تعادلت هنا 1-1، الناس خارجه من الاستاد محبطه، اللعيبه محبطه، الاداره محبطه، كل ما هو اهلاوي متضايق. طيب راح تلعب المباراه النهائيه، لك ان تتخيل عماد النحاس مش موجود، محمد بركات مش موجود، محمد شوقي مش موجود، عماد متعب هداف الفريق ما ابتداش المباراه، اسلام الشاطر ما ابتداش المباراه. تخيل والاهلي بيرجع بالكاس جوه رادس، انت غايب بقى، بكلمك ايه، عنصر واثنين وخمس ست عناصر مهمه جدا اي فرقه في العالم تتاثر بيه. صح. لكن صح. الاصرار والعزيمه، واللي انت تحول طريقه الكلام السلبيه لطريقه ايجابيه. ايه الطريقه الايجابيه؟ اللي انا عندي القدره الفنيه اللي انا اقدر، انا بتكلم كوره، لو كنت اقول لك مثلا بالنتيجه دي ورايح اقابل صن داونز فنيا اعلى مني. لكن الوداد مش اعلى مني. صح. الوداد باخطائي انا اللي خليته اعلى مني. واقول لك حاجه كمان يا كابتن شادي، عشان الناس بتقول لك الاهلي خسر من الوداد 2017 2022 في استاد محمد الخامس، فالموضوع ده هيتكرر في 2023. قلت امبارح رجعوا الاهلي في 2017 و2022 وشوفوا الحاله الفنيه وقتها، وبصوا على الحاله الفنيه للاهلي دلوقتي. وقتها ما كانش الاهلي في افضل احواله الفنيه. اتفضل. ثلث ساعة في المباراة الأهلي استحواذ 80%. 82% في نهائي بطولة أفريقيا. صح 82%. استحواذ
استحواذ، ده حاجه ما فيش ده معناه انت اجنابك اشتغلت كويس جدا، وسط ملعبك اشتغل كويس جدا، صح، قفلت كويس جدا، حراسه المرمى كانت كويسه، كل التفاصيل كانت كويسه، صحيح، مع وجود التواجد الجماهيري المرعب لجماهير النادي الاهلي. ما نقعدش نتكلم يا جماعه، وده الغلط اللي يقع فيه جماهير النادي الاهلي. قول للعيبه انتوا قادرين، قول للعيبه، قول للاداره، اقعد مع لعيبتك، قول لعيب تخاطبه وتكلمه، استغل السوشيال ميديا القويه بتاعتك في الايجابيات. نقدر فنيا اعلى، نقدر نجيب هدف واثنين بره. انا اسال الاهلي يا جماعه، قابلنا الترجي، البعض طلع الرجاء اسف وقال لك الرجاء اقوى من الاهلي فنيا. الاهلي وان سايد جيم الماتشين مسيطر، صح، فرقه الرجاء انا اسف احترمها واقدرها واقدر جماهيرها، لكن ما شفتش فريق كان لا حول ولا قوه قدام النادي مش عارف يهاجم. الاهلي قافل له كل خطوط الملعب، صحيح. النهارده الاهلي راح جاب من الترجي في ملعبه، انا حاسس الاهلي بيلعب في مصر، صح صح. فانت فنيا، فانت فنيا لا يقدر بره، صح، مع الوداد، لان عندك من العناصر اللي فايقه وتطور من ادائها، بس في بعض الامور اللي ما ينفعش نعملها. ما ينفعش اتوتر كلاعب كابتن الفرقه او اي لاعب في المباراه. ما ينفعش ان انا في حاجه اسمها كابتن الفرقه يتعامل بادب مع الحكم، يحط ايده ورا ظهره ويقول له شوف الفار، من حقي ككابتن الفريق بكلمك اديني حقي، عشان هو بملك كمان حكم عصبي، فلازم التعامل معاه يبقى ذكي جدا بالظبط يعني، عشان اكسب الحكم من، صح، هنا هيديك حقك، صح، لو هو حتى انت بتضغطه ضغط منطقي وضغط طبيعي، لكن مش اللي انا فرقه عارف اللي هي بتضيع الوقت. فاللي انا اديله فرصه بدل ما اللعبه تاخد دقيقه تاخد 7 و8 دقائق ويلعبني شوط ربع ساعه، ده مش منطقي. لازم كابتن شادي، بالمناسبه انت ذكرت مباراه الصفاقس، وانا فاكرها تفصيلا يعني ذهابا ايابا في القاهره وفي رادس. يعني المباراه دي في رادس الاهلي في الدقائق الاولى كان عليه ضغط مش طبيعي من لعيبه الصفاقسي، ورغم كده الاهلي قدر يعني زي ما بيقولوا كده ايه يهدي اللعب، يقدر يقف على رجله، تخطى مرحله التوتر. المرحله دي من المتوقع انها تحصل في هناك كمان. عارف تحصل ازاي كريم؟ عارف تحصل ازاي؟ اما لاعب اي نادي جماهير لازم سيناريو مباراه نهائيه ما بيني وما بين لعيبتي، الكلام في الكوره بيبقى بالقليل مش بالكبير. خلاص انت مرنت واتكلمت، خلق الدوافع، السيناريوهات، هنعمل كذا اول ربع ساعه، نص ساعه هنعمل كذا، في نهايه المباراه هعمل كذا. عايز تكسب الجماهير، جماهير المغرب عاشقه للكوره، تمام؟ اما اعمل تدوير استحواذ، تدوير ايجابي، تدوير ما فيهوش مخاطره، تدوير اللي انا امتص الجمهور وحماسه اللعيب. احنا عملنا ده وكان في سيناريو مع المدير الفني وجماهير سقفت لنا، صحيح، مرتين في اول ربع ساعه، صحيح، بعد الهجوم ده قفلنا مفاتيح اللعب، والاهلي بيعرف يعمل ده خارج الارض، صحيح، صراحه، صحيح. فمطالب ان احنا ندرس كويس مفاتيح اللعب، نقفل مفاتيح اللعب، وما يجيش فيه هدف يعني، صحيح. ليه واخدينها سهله للاهلي 1-0؟ طب ما هو الاهلي في الحاله الفنيه الكويسه جدا اللعب فيها خارج الارض المباراتين الاخيره ما جاش فيه اهداف، مظبوط. فانا ليه ما ليه مستسلمنا الاهلي فيه؟ ليه بنقلل في البعض طلع على طول بعد خلاص وكده ليه كل ده؟ لا، الموضوع من تحت، ما تراهنش على خساره الاهلي. حلو، لان الاهلي قادر يعمل اي حاجه واي وقت، صحيح، ده رايي، صحيح، عندك حق 100%. واسالوا التاريخ، واسالوا التاريخ طبعا. في اتنين لعيبه بس عايزك توجه لهم رساله. مصطفى شوبير رقم واحد، تحب تقول له ايه؟ مصطفى شوبير اتحطيت في موقف صعب، اتحطيت في موقف محتاج راجل، وطلعت راجل وكسبت حب ودخلت قلوب الجماهير مش قلوب شادي. عظيم. وقلت للنادي الاهلي يمتلك حارس مرمى جيد شرس بيتعامل مع كرات صعبه جدا وكنت قدها وقدود، ودي هي دي تربيه النادي الاهلي الحقيقيه. عظيم. نظر. عايز رساله كمان لمحمد عبد المنعم. محمد عبد المنعم انت لعيب كبير، لعيب سوبر، كورتك كويسه، لازم تلعب الكوره اسرع من كده، بلاش البطء، علشان في البعض
والبعض دول في جماهير بالملايين يعني كتير. فواخد انطباع ان ده غرور. فانت اللي بايدك تغير ده. العب الكوره بسرعه، استخلص الكوره، يبقى في جديه، الشراسه بتاعت وشي تبقى موجوده، لكن اللعب باريحيه وبهدوء في المباراه. اه ده مطلوب، لكن مطلوب في نفس الوقت اللي انت تتخلى عن فكره الكوره تبقى في بطء او في رجل كتير. صحيح يعني صحيح. ده رايي، لكن صحيح. هو لعيب سوبر طبعا طبعا. كابتن الكبير كابتن شادي محمد كابتن النادي الاهلي الازبك، انا بشكرك شكرا جزيلا على هذه المداخله. اهلاوي قوي يعني كابتن شادي، مش مجرد لعيب في النادي الاهلي، وتحس ان هو بيتكلم كده بيتكلم اهلاوي، اهلاوي مشجع يعني.